والفكره راه جيده، فكره مزيانه، الا كانت غتطبق راه احسن حاجه. وما نتمناو حنايا نصادفوه، وحنا والبرتغال والصبليون، هادشي اللي كنتمناو. وهي حاجه مزيانه، فمشيني المغرب غيزيد يتعرف في دول اخرين مزيانه، يمشي بعيد وتحرك الرواج هنا في المغرب، وتولي القضيه زوينه. فمشيني كاس العالم راه شي حاجه كبيره، شي حاجه مزيانه، فمشيني. وبالنسبه ل اش حد البطاله واحد شويه، بنادم بغى يتصوفا غيخدم، فمشيني غيصوفي راسو. هو راه الشراكه كانت قبل ما بين المغرب واسبانيا واوروبا، علاش لا ما تكون الشراكه؟ من حتى تشوف كاع الناس يديروا تحالفات، علاش ما تكونش شراكه بين الجيران؟ Je pense que c'est une très bonne initiative parce que le Maroc déjà c'est un pays qui est très accueillant et c'est devenu maintenant une plateforme tournante de l'Afrique. Tout le monde se rencontre au Maroc. Donc je pense que ça sera un projet intéressant. Et le Maroc a de très bonnes relations avec l'Europe. Il y a l'Espagne qui est à côté. Donc ça sera une très 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 bonne idée. C'est bien aussi pour l'Afrique. L'Afrique se relève. كاس العالم هنا في المغرب، المغرب غيهزق من القمة العالمية، من أحسن دولة في العالم العربي، على حسب المغاربة ذكيين وزوينين ونقيين وعارفين كيفاش كيتصرفوا مع المناخ ديال العالم، ديال السياحة، ديال العمل، ديال التنظيم، ديال الحكومة، تنظيم ديال البوليس، تنظيم ديال جميع الوسائل. السلطة المجموعة كتكون مزيانة ومرتفعة. جربناها مؤتمرات دازو عندنا هنا في المغرب، أحسن مؤتمرات. وعاد كأس العالم، إلا تنظم عندنا كأس العالم حنا المغاربة غادي نصدقوا حنا القمة الكبيرة عندنا سبحانه وتعالى. إلا سخر لنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور هذه، راه مزيانة لينا 100%. Bon, avant tout, étant africain, que je vis ici au Maroc, je trouve ça une très bonne idée. Bon, on va partager ça, franchement, le fait d'être ici et que la Coupe du Monde vienne ici au Maroc, ça, c'est une satisfaction à tous les Marocains et même pour nous les étrangers ici, ouais, de profiter du fait que le football vit ici en Afrique. المغرب يقدر ينظم بوحدو، عندنا امكانيات، فهمتيني، كاينين شيرانات شبنا وكاينين امكانيات بزاف، فهمتيني. المغرب حتى هو راه شي حاجه في المساواه، شي حاجه حتى هي وصلت العالميه. المغرب المؤهلات الحمد لله كاين مؤهلات، كنشوفوا دابا التطور في الطرق وفي مؤخرا المشروع اللي دشن سيدنا الله ينصره، وكنشوف ان المغرب يستاهل اللي ينظم كاس العالم في 2030 بطبيعه الحال. هو قبل ما يكون المشروع هو راه جغرافيا تتقول لك الجار على جار. On peut se considérer comme des Marocains même. Ouais, on se considère comme des Marocains. Bon, la Coupe du Monde ici, ça c'est une joie de le partager ici en Coupe du Monde. ولحد الان هاد ثلاث سنين ولا اربع سنين الاخرى راه المغرب راه في تطور، وتطور كبير بزاف، كيهضروا عليه المدن كاملين والبلدان كاملين، العالم كامل تيهضر عليه، على التقنيات ديالو، على كل شيء. والحمد لله دابا راه عندنا الامكانيات، الا بغاو يخليونا ننظموا راه غننظموا، ما بغاوش يجي يتسنى الرئيس تيجي، يتسنى هذا تيجي، عطيو لهذا احق هذا با صاحبي، راه ما غيديروا معنا والو. وحنا راه لحد الان راه موجودين، بغاو يديروا شي حاجه مرحبا، راه حنا معاهم. وهذا راه تحفيز للشباب والمغرب كامل والامه كامله ان شاء الله، الاسلاميه ولا المغربيه. الحمد لله حنا راه في تقدم. وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.